طب عايزين وشرف ايه طبيعي. معاناتك بعد يعني قبل العمليه؟ انت قلت لنا معاناتك، عايزين ايه احساسك بقى وانت جاي كده، ايه بتلبس كل اللي نفسك فيه وبتاكل كل اللي نفسك فيه، ايه بقى شعورك؟ والله تخيل انسان لا يستطيع ان يلبس الا تفصيل، واللبس غير لائق يعني، حتى التفصيل جسمي مش زعلان. جسمي مكعبر، سوري يعني في الكلمه كده، حاجه ملخبطه ومتغطيه، انما مجبر عليها. ايوه عايز البس قميص حلو مش قادر، جاكيت بدله مش عارف، ما فيش حاجه في مقاسي، الدنيا كلها مقاسي، انما ما فيش. بعدين الجا بقى للتفصيل. طب وبعدين برضو كل شهرين ثلاثه يتغير شكل الدهون، تتراكم زياده. طبعا دلوقتي لما نزل وزني على الاقل انا مرتاح في اللبس، مرتاح في النوم، ومرتاح في الاكل، عايش حياه طبيعيه. انا انام ست ساعات، ما امشي ولا مره لما اخذه اروح دوره المياه ولا مره. تمام. فين لما كنت انام اربع خمس ساعات، اقوم مرتين ثلاثه واقوم تعبان من النوم، او انام اكثر واقوم تعبان من النوم. دلوقتي انام ست ساعات ماكسيمم واقوم شبعان نوم، مستعد اقعد يومين صاحي، شبعان نوم، مرتاح، شبعان تمام. نوم. وحضرتك بعد ما رحت للدكتور عفوا بعد ما رحت للدكتور احمد واتكلمت معاه عن العمليه وان حضرتك عايز تجري عمليه التحويل المصغر للمعده، انا كنت بين البنين انه التكميم او التحويل. ليه التكميم لا وليه التكميم اه وليه التحويل اه والتحويل اه؟ التكميم بيقلل كميه الاكل فقط. تمام. لا غير. التحويل بيقلل لانه في تدبيس في المعده، في التحويل في جزء بيتدبس، فبيبقى في تقليل للاكل. تمام. ولكن في تحويل للاكل للمسار. فانت تمام. الحته اللي بتشفط السكر من الاكل بيستثنيها في التحويل، فبالتالي ما فيش امتصاص للسكر. طب السكر جسمي يجيب سكر من فين؟ انا سالت الدكتور، ما انا السكر هو الوقود اللي بيحرك المخ والاعضاء بس الداخليه. انت كنت خايف قبل العمليه، واضح ان انت كنت خايف وسالت طبعاً. كتير. انا تدخل جراحي يعني يكفي التخدير لوحده يخوف، لكن الواحد بيسلم امره لله يعني. ده اجراء ضروري اكيد طبعاً. طمنك طبعا اكثر، وسمعه الدكتور يعني سبقته الله يجزاه خير. فلما طيب اعمل التحميل، اعمل التكميم، اعمل لا، بعدين وجدت استقريت ان انت تعمل التحويل المصغر للمعدة. التحويل. تمام. التحويل انا اعتقد انا شخصيا انا ندمان اني ما عملتش التحويل قبل سنين اكثر. يعني دلوقتي انا العلاج الوحيد اللي باخده دي النصيحه بقى اللي انت تقولها كل المشاهدين، انه اي حد يكون متخوف زياده او عنده قلق شديد يكبر على العمليه. انا ندمان ندم شديد اني لم اعمل هذه العمليه قبل ما اوصل لمرحله التهاب الاعصاب دي. لانه لو كنت انا يعني انا يمكن متردد حبتين، لكن لو عملتها من 10 سنين مثلا كان ما جاني التهاب الاعصاب. انا الى الان ما زلت اخذ علاج، بس العلاج اللي هو ادنى جرعه من المسكن لالتهاب الاعصاب. دلوقتي بتاخد اي ادويه؟ بس الدواء ده اللي هو ليريكا اسمه مسكن لالتهاب الاعصاب الطرفي. يعني حاجه مش خاصه ولا بالسكر ولا بالسمنه، بس تخيلي بدل بالعصاب. ما اخذ بدل تمام. ما اخذ 1800 ملي جرام في اليوم، انا باخذ 150 ملي جرام. يعني انت تخلصت من المضاعفات كمان كلها. 1800 ملي جرام كانت تخليني في حاله عدم اتزان وعدم توازن وعدم تركيز وذهول مستمر، يعني مش طبيعي. باخذ اضعاف الجرعه المسموح بها عشان اسكن الالم، مش يروح المرض. حضرتك دلوقتي تنصح بايه كل الساده المشاهدين اللي بيعانوا من سمنه وسكر وخايفين من اجراء العمليه؟ الحق نفسك واعمل تحويل مسار. شوفي بصي شايف الصوره دي؟ شايف الصوره دي؟ شايفه بطني كانت ازاي؟ تمام. الحزام كنت انا عشان اربط البنطلون والحزام كنت انام على ظهري عشان اقفل الحزام. تمام. دلوقتي لا الحمد لله بلسعة. دي صوره بعد؟ دي صوره تمام. حاليا. في فرق طبعا شديد جدا، يعني اكن حد تاني. 95 كيلو دلوقتي، انا كنت 146 وبقيت يعني نزلت 51 كيلو. انت دلوقتي 96. 95 دلوقتي. 95 تمام.